السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي متتبعي قناتي الخاصة جمالك من مطبخك. اليوم جبت لكم موضوع الكركم أو الخرقوم كما يسموه المغاربة وبعض الدول، كذلك هنا في بعض المناطق الجزائرية كاللي يقول له العرق الأصفر. المهم التسميات مختلفة لكن المادة هي واحدة. أنا اللي يهمني في هذا الفيديو هو الكركم والكركمين، والكركمين هي المادة المستخلصة من مادة الكركم. قبل ما ندخلوا الكركم والفوائد تاعو الصحية والفوائد اللي استخدموها في التجميل، نعطيكم لمحة عامة حول الكركم. الكركم الفصيلة تاعو ولا الأصل تاعو كي يكون خضر كما هنا راكم تشوفوا فيه، هو راه يابس ومطحون، لكن الأصل تاعو في الشكل هو شبيه بالزنجبيل، يعني يكونوا نشوفوا الشكل تاعو الاصلي وهو اخضر نفس الشكل بالنسبه للزنجبيل وهو اخضر، فقط اللون يختلف، وهذاك اللون الاصفر هو ماده الكركمين اللي غادي نهضرها لكم اليوم. واش هي الفوائد تاعو الصحيه والتجميليه؟ المهم اللي هو الرائحه تاعو هي نوعا ما شبيهه برائحه البرتقال، يعني الكركم عندها رائحة مميزة كيف التوابل الأخرى. المادة اللي موجودة في الكركم يسموها الكركمين، وهي مادة فعالة، وهي هذه الصباغة هي اللون اللي راكم تشوفوا فيه هنا. هذه المادة هي نافعة لجميع الأمراض الالتهابية مثل آلام المفاصل أو آلام على مستوى العمود الفقري والرقبة، كذلك يقضي الكركم أو الكركمين بالأخص على السموم الموجودة في الكبد، ويقضي كذلك على جميع الأورام ولا الخلايا السرطانية لمختلف أنواعها، كذلك هو مكافح للزهايمر، وهذه المشكلة راهم يعانوا منها بزاف من كبار السن. وهو في نفس الوقت يعني بالرغم من الآثار أو بالرغم من المنافع تاعو، إلا أنه عنده كذلك آثار جانبية. ننصح الأشخاص المصابين بالحصى الكليتين، بمعنى الأشخاص اللي عندهم الحجر في الكلاوي، ما يتناولوش الأكل اللي فيه الكركم. كذلك الأشخاص اللي مقبلين على العمليات الجراحية، لاخاطش عليها هذيك مادة الكركمين ما تخليش الجرح يتلائم ولا الجرح هذاك يبرى بالخا. كذلك بالنسبة للنساء، وأخص بالذكر للنساء الحوامل، لاخاطش عليه يشكل لها الخطورة، لاخاطش راه يحفز هذيك مادة الكركمين راه يحفز على عملية الحيض، وبالتالي يقلص العضلات نتاع الرحم ويكون خطر على الجنين. كذلك بالنسبة للأشخاص اللي يعانوا من الحصى في المرارة، الكركم راه يزيد في الآلام نتاع المريض اللي يعاني من مرض المرارة. انا فقط غير بغيت نعطيكم نصائح عامه، وثاني عطيتكم نظره شامله حول فوائد واضرار الكركم خاصه الكركمين. نروح دروك للطبخ. عفوا، كيفاش تستعملوا الانسه ولا السيده في المطبخ تاعها؟ اول حاجه السيده ولا الانسه كي توضع القدره ولا الطنجره تاعها فوق النار، بطبيعه الحال غادي دير ماده دسمه، وهذه المادة الدسمة يا إما تكون على شكل زبدة ولا زيت زيتون ولا مادة دسمة اللي بغاتها هي. مباشرة تضيف الكركم، لاخاطش عليه هذا هو الأكل الصحي، وهذا هو السر في الطعام اللي تكون دايرته السيدة ولا الأنسة في الكركم، لاخاطش هذيك المادة الدسمة كيمتصها الكركم أو مادة الكركمين هي صحية للجسم، هي اللي تخلي الجسم ولا تساعد الجسم على عملية الامتصاص، خاصة إذا ضافت السيدة ولا الأنسة الكركمين أو الكركم مع الفلفل الأسود. إذا الكركمين أو الكركم يديروه مع مادة دسمة، كذلك يضيفوا له الفلفل الأسود، فقط غير باش نعطيكم نظرة عامة. دوك نروحوا الآن إلى فوائد الكركم في التجميل. كما راكم تلاحظوا هنايا التجميل، انا هنايا ندير لكم
جانبين. من الناحية الفوائد تاع الكركم، مليحة الوجه للبشرة، كذلك مليحة الوجه للشعر. نبدأ بالبشرة. الكركم هو جد فعال ومضاد البكتيريا، خاصة الأشخاص اللي يعانوا من حب الشباب. يعني الكركم هو راه مقاوم أو هو مضاد للأكسدة، وهذه عن تجربة. وكذلك راه يجدد البشرة وراه يأخر من عوامل التقدم في السن، خاصة بالنسبة للسيدات اللي يعانوا من التجاعيد. كذلك بالنسبة للسيدات والفتاة اللي تكون عندها مسامات واسعة في الوجه تاعها، مما هو اللي يخليها هذا الحبوب والبثور تظهر على وجه الفتاة بسرعة. الكركمين هو ينظف المسامات، وفي نفس الوقت يحاول ينقص من الزيوت الموجودة في الوجه. هذه بصفة عامة. دوك هنا الماسك اللي غادي نديروه اليوم هو جد فعال، عنده دورين. الدور الأول أنه ينقي البشرة، وفي نفس الوقت بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الشعر الزائد ولا الشعر الموجود على الوجه، هذه الطريقة تساعدهم أكثر باش ينظفوا البشرة، وفي نفس الوقت يقلعوا ديك الشعيرات الموجودة على البشرة. وغادي نحاول كيفاش نديركم هذا الماسك قدامكم. كما تلاحظوا هنايا، هذه مغرفة صغيرة من الطحين ولا الفرينة، نديروا له ملعقة صغيرة فقط، ملعقة صغيرة تاع الكركمين أو الكركم، ونحاولوا نخلطوه مع بعض وهو ناشف، يعني قبل ما نديروا ونديروا له حليب دافي، حليب دافي ولا ماء يكون دافي، هي من الأحسن نديروا الحليب. دي لها غير بشوية حتى يتماسك ويولي متماسك. هنا كما راكم تلاحظوا هنا، ونحاولوا بقدر الإمكان أن نتخلصوا من الحبوبات الموجودة فيه. وقبل ما تستعملوا السيدة ولا الآنسة في الوجه تاعها، كما سبق لي قلت لكم لازم تنظف الوجه تاعها، تنظفه ولا تغسله بالصابون اللي راهي موالفه ديرو. يعني الا كانت السيدة ولا الآنسة البشرة تاعها دهنية، تغسل بالصابون ولا بالصابون اللي راهي موالفه تستعمله. وكذلك بالنسبة لهذا الماسك خاص بجميع انواع البشرة، ماشي غير بصح اللي تنفعها اكثر بالنسبه للناس اللي تعاني من البشره ولا اللي عندها الدهون الزائده. وهذا الماسك ماشي شرط انك تستعملوه في الوجه، يعني في جميع المناطق اللي تكون داكنه كما راكي تلاحظي هنا. استعملها السيده على البشره تاعها بعد ما تكون نظفت البشره وغسلتها، وبعد ذلك تقعد لمدة 15 دقيقة ولا 20 دقيقة وهي دايرة هذا الماسك حتى ينشف لها تماما. وكي ينشف لها هذا الماسك، غير باش نعطيه ملاحظة، الماسك هذا كي ينشف يولي يابس. يعني كي توضعها السيدة ولا الآنسة، توضعها كيما حنا نقولوا من كيما هاك، هنا رانا حطيناها من الفوق الى تحت. بصح السيدة كي تبغي تنزعه كي يبسلها، تنزعه عكس، يعني تنزعها من التحت الى الفوق عكس نمو الشعر كما راكم تلاحظوا هنا. انا هنا راني جريتها، تبغي الانسه تزيد تخليه متماسك اكثر، هي حره حسب نوعيه البشره. هذا فيما يخص الماسك. وممكن كذلك انها تزيد لها الليمون مع الحليب. الليمون كذلك هو عندها دور في تنظيف البشره. وكذلك السيده ولا الانسه الا ما كانش عندها الفرينه، ممكن انها دير جيلاتين
وجيلاتين كاين نوعين، جيلاتين بودر وجيلاتين اوراق، في كلتا الحالتين نافع، كذلك في بلاصه الفرينه. انا هذه فقط اعطيتكم طريقه بسيطه. نروحوا دروك هذا، وكذلك ملي تبغي تغسله دير له المكعبات تاع الثلج. هذه نصيحه مهمه، لاخاطش علاه الشعر هنايا كي تنزعه مع الماسك يولي تولي البشره تولي هائجه، يسبب لها الاحمرار. المكعبات تاع الثلج تهدئ هذيك الاحمرار الموجود في البشره. ولا ماشي نخص بالذكر غير الشعر، بدكم هذه تنجموا تستعملوه في اليدين ولا في الذراعين، البلاصه اللي يكون فيها الشعر، وفي نفس الوقت هو فعال بالنسبه للبقع الداكنه اللي تعاني السيده الانسه من البقع الداكنه. كذلك هو مرطب للبشره، وهذه بغيت نركز لكم عليها كما راكم تلاحظوا هنايا. هذا فازلين نديروا له نصف ملعقه، ماشي نصف ملعقه، مثلا تدوا نصف ملعقه تاع فازلين تزيدوا لها نصف ملعقه تاع الكركم. ولا ديتوا مغرف تاع كركم، يعني من الكميه تكون متساويه، مغرف تاع كركم مع مغرف تاع فازلين، نصف ملعقه تاع كركم مع نصف ملعقه تاع فازلين، الكميات متساويه، وخلطوهم مع بعض. هذا الماسك اللي ينفع لواش؟ بالنسبه للمراه كي تكون حامل، يعني هنايا راه يكون عندها السيلوليت، وهذا السيلوليت هو التشقق في الجلد، يسبب لها التشقق في الجلد. الجلد احنا من المعروف ان الجلد عندها ثلاث طبقات، طبقه الناعمه، الطبقه المتوسطه، والطبقه الداخليه. الطبقه الداخليه كي تنكسر تخرج فيه واحد الماده، هذيك الماده يولي عندها اثار على الجسم تاع المراه الحامل، ولا بالنسبه للاشخاص اللي تكون عندهم سمنه وكي ينقصوا الجلد تاعهم يتكمش، وتولي عندهم هذيك الخطوط. هذيك الخطوط تسبب لنا الاحراج بعض الاحيان، وخطات تسبب لنا الازعاج. اذا هذا هو الحل، الانسه ديرها في الليل. علاه في الليل؟ لاخاطش الليل راه عندها مده طويله كيما نقولوا، ديرها في الليل وغدوه الصباح تحاول تنحيه في الليل، لاخاطش عليه راه راكي عطيتي للجسم تاعك وقت كافي باش هذيك ماده الكركمين تدخل للجسم تاعك، وتحاول الانسه ديرها عده مرات في الاسبوع، وبالتالي راهي غادي تشوف نتيجه جد ومذهله. هذا هو هذه هي النصائح اللي بغيت نقدمها لكم. وفي الاخير ش غادي نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو بالقليل. تابعوني على الصفحه تاعي لمزيد من المعلومات. الى هنا تنتهي حصتنا، على امل ان نلتقي في الحصه القادمه. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.